أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم طيب العفو، فاعف عنا ووالدنا والمؤمنين ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين ولزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء رادين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قائدين بحور العين متزوجين ومن سنس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا أزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمناه ولسلطاننا وذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه إلى الخير ولمن أوصانا ووصيناه بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في البر والبحر والجو من المسلمين. وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.